الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. هذا الباب بوبه المصنف رحمه الله تعالى لبيان استحباب تغيير الطريق عند أداء العبادة. وقد أطلق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحكم في كل العبادات، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكر في الأحاديث، حديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، ويدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. فبعض العلماء رحمهم الله قاس ذلك على بقية العبادات، قال: إذا ذهب لعيادة المريض أو ذهب لأي عبادة كصلاة الجمعة كالصلوات الخمس فإنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، قياساً على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، وفي فعله إذا خرج من المدينة ورجع إليها أو دخل مكة وخرج منها. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه يتوقف عندما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك إلا في هذين الحديثين، في فعله في يوم العيد وأيضاً عند دخوله مكة ودخوله وخروجه من مكة. فأما في صلاة العيد فهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ذلك، أنه يدخل أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. أما في مسألة دخوله مكة وخروجه من مكة فإن بعض أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك قصدا، وإنما فعل ذلك لأن هذا الفعل هو أسهل له وأيسر، فكان أيسر له أن يدخل من الثنية العليا وأسهل له أن يخرج من الثنية السفلى، ولم يفعل ذلك قصدا وتعبدا. ولكن على كل حال لو أن إنسانا حصل له هذا الأمر ودخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، أو دخل من مكان وخرج من مكان آخر، فإنه لا بأس به، لأن هذا الحديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا. أما بقية الأمور كصلاة الجمعة وصلاة الصلوات المفروضة الخمس كعيادة المريض والذهاب لصلة الأرحام ونحو ذلك من العبادات، فإنه على الصحيح لا يستحب أن يغير الطريق لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة مهمة في مسألة العبادات، وهي أن كل عبادة كان وجود مقتضاها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها فإنه لا يستحب لنا أن نفعلها. فمثلا عيادة المريض ألم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلة الأرحام، الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، كان المقتضي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك، أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. فلو فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الدواعي لنقله لنقل إلينا، خاصة الصلوات الخمس لأنها تفعل في اليوم خمس مرات، فلو كان النبي يفعلها لنقل إلينا ضرورة، ولكنه لم ينقل فدل على أنه لم يفعل. بينما في صلاة العيدين نقل عنه ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فيكتفى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
في مسألة صلاة العيدين وكذلك في الدخول إلى مكة سواء للعمرة والحج والخروج من طريق آخر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة من ذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد يعني استنبطوا حكما في هذا الفعل، منها ما ذكره النووي رحمه الله في هذا التبويب، قال لتكثير مواضع العبادة، لتكثير مواضع العبادة، وقيل بأن تشهد له البقاع التي يمر عليها، وقيل من أجل إظهار شعيرة الإسلام، وهذا واضح في صلاة العيدين، هذا واضح في صلاة العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر من طريق ويرجع من طريق آخر أنه من أجل إظهار هذه الشعيرة، من أجل أن الناس يعني يعلموا أن هناك صلاة للعيدين فيخرجوا ويصلوا مع الناس. فهذه بعض الحكم التي استنبطها العلماء رحمه الله من فعله من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في تغييره للطريق في صلاة العيدين وكذلك في العمرة والحج. فهذه بعض المسائل على هذا الباب، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.